سلام، معكم أدهم ورجعنا لكم بفيديو جديد حارق ومارق وفارق. طبعا ما حداش يسألني شو هالغيبة، صار لي أكثر من 5 أشهر بعيد عن اليوتيوب وبعيد عن الانستغرام والفيسبوك والتيك توك وكل محل. خلوها هاي أشياء يعني صعب نتخرف عنها، لكن الحمد لله انه العودة احمده. فانا ان شاء الله رجعت، ومثل ما شفتوا في الريلز او الفيديوهات السابقة نزلت هنا اول امبارح، وانا رجعت على خاركوف على نصف مدينة اوكرانيا باذن الله تعالى. براودني سؤال كثير برضو، ليش انا رجعت بعدين نتخرف عنه، لكن الاشي الاهم اني افرجيكم الحياة بأوكرانيا، الحياة في ظل الحرب والقصف والمش عارف شو هذا كله اللي بيحكوه. طبعا صفارات الانذار دائما موجودة، لكن هل أنا سمعت صاروخ واحد لحد هسه؟ يعني صار لي أربع أيام لحد هسه ما سمعت ولا أي شيء. خلينا نمشي مع بعض نفرجيكم الناس الحياة في مدينة خاركوف. بدي أروح هسه على السنتر إن شاء الله نفرجيكم السنتر كيف الناس فيه. طبعا هي تطلعوا من هسه، احنا بدنا نفوت على المترو هسه ان شاء الله ونفرجيكم اياه. خلوكم مع هاي المترو قدامنا. يا اخوان كنت اصور بس شكلي مش كابس على فكرة حالي بصور. على كل ما انا نازل على الدرج قلتلكم شوي بصور، قلتلكم انه هون المترو مجاني، مجاني تماما للي طالع وللي نازل باي اسعار موجودة. هون فيش اسعار للمترو بشكل عام، باصات مواصلات مترو كله مجاني في مدينة خاركوف، بس ناقصها شغلة واحدة. طلع الجو طلع. مترو اليونيفرسيتيت، أنا في مترو اليونيفرسيتيت حاليا. هذا محل دونر جديد، هذا حلو والله، تركيز دونر. يا اخوان متذكرين هذا القهوة هاي اللي صورنا فيها الفيديو الرومانسي مع القهوة مع الموسيقى؟ ذكريات نبكي نرجع لها بس المغرب. المهم في شغلة مهمة هون ناقصة، يعني عملوا مترو وعملوا مواصلات مجانية، ضايل التاكسي يكون مجاني. يا اخوان يونيفرسيتيت طبعا احنا بشهر 3، والله لا ادري اذا كذا حطوا شجرة او لا، على الاغلب ما حطوا، لكن بشكل عام لراس السنة كانت تبكى هون الشجرة، هون بهاي المنطقة. هاي جامعة الكرازن يا اخوان، جامعة الكرازن صورنا لكم فيديوهات فيها. الله يا اخوان شو مشتاق لها البلوشد، بلوشد يعني المنطقة يعني الشارع، فهذا يسمى منطقة البلوشد في خاركوف، السنتر تبع خاركوف. هذا يعني سنوات، يعني بدناش نعد سنين، سواء في التعليم وما بعد التعليم تقريبا يوميا اتواجد كنت في هذا البلوشد. المهم يا اخوان شايفين الناس بشكل طبيعي، ما فيش اي اشي، صفارات انذار صراحة في صفارات انذار، لكن
زي اللي الناس زهكت، مش زي اول الاشي، مش زي كانت خلص اسمع صفارة انذار، انزل على المترو، انزل على الملجأ. الناس زهكت، لا حدا بروح ولا حدا بيجي، بضلهم ماشيين ولا حدا مهتم لصفارة الانذار هالايام هاي. هاي الناس شايفين بسكليت سيارات، وهاي احنا رايحين على بارك الشبتشينكا حاليا يا اخوان. لا لا تطلع يا حلوة. المهم هاي بارك شبشنكا يا اخوان. خلينا نمشي ببارك شبشنكا مع بعض. بديش افوت عليه، فقط من برا، من برا يعني بارك شبشنكا. هاي ضريح كنه للأطفال اللي ماتوا بالحرب، اشي جديد هذا، أول مرة بشوفه، أو كان موجود والله لا أعلم. شغل أطفال يعني دببة وهيك. وإن شاء الله الأيام القادمة كلها فيديوهات، بنرجع للبثوث المباشرة. نصائح كثير يعني بهالفترة اللي غبتها، في اشياء كثير ونصائح تعليمية بتفيدكم بحياتكم المادية، بحياتكم الفينانشال لايف يعني. ف ان شاء الله من البثوث المباشرة بنبدأ نعرضها، مثل ما كنا في البثوث المباشرة السابقة، ان نقترح الناس ونفهمهم شو ممكن انهم يشتغلوا، شو ممكن يعملوا بحياتهم، في ألف طريقة وطريقة. فبإذن الله مع بعض نتشاور ونتحدث على البثوث المباشرة ونستمتع بوقتنا، والأيام الجاي كثيرة يا إخوان. على السريع فرجيكم تيات خارقكم، هذا برضو صورنا فيه فيديوهات حلوة الله يرحم. طلع التحفة الفنية انتو، التمثال هذا تحفة فنية. خلينا نمشي هيك. طبعا هاي محلات للمي، لكن لانه شتوية متجمدة طبعا. طبعا اليوم درجة الحرارة يا اخي كثير حلوة، يعني اكثر من 5 موجب، مش هلا بالعادة. امبارح مثلا كنت لابس الشبكة انا اللي هو الطاقية، لكن اليوم ما في داعي، درجة الحرارة كويسة. يا اخوان هاي منطقة الميدان كالسيتوتس، الحلاوة طلع طلع التاريخ والعراقة هاي. وبعد الشوارع عشان افرجيكم اياها، والله مش زفتة الشوارع هون، قريبة لشوارع بولندا، لشوارع ليفوف. يعني هذا يعتبر شارع عريق، شارع تاريخي اكثر. وهاي الناس، هاي الحرب، شايفين السيارات، شايفين الناس، بقولوا لك في حرب، اركض وخطر ومش خطر. لا والله عندنا في البلاد خطر اكثر صراحة. طيب يا اخوان بتمنى تكونوا استمتعتوا في الفيديو، انتظرونا في الفيديوهات القادمة والبثوث المباشر القادمة. نشوفكم المرة الجاي القادمة، يعني احنا بنتخرف اليوم وبكرة خلص رجعنا لليوتيوب بإذن الله، وبجوز اعمل قناة جديدة يكون محتوى اخر، بعدين بحدثكم عنه ان شاء الله. نشوفكم المرة الجاي، مع السلامة. منطقة الموزيه في مدينة خاركوف. طبعا حكينا لكم قبل، هاي التماثيل الكبيرة، مش هذولا، هذا التمثال كله غطوه بخشب وبأشياء يعني عشان يحموهن من الصواريخ، لأن هذا تراث في مدينة خاركوف، تراث عريق، فبقدسوا هاي التراثات عندهم. وهاي البلوشك.
وهاي السنتر ميدان كونستيتوتس. هناك بهذيك المنطقة في مكتبة. يوميا كنت أدرس فيها هي مكتبة الجامعة. مكتبة الجامعة تسكر كنا على 7، هذيك تسكر للساعة 10 9، واروح من مكتبة الجامعة هاي المكتبة. اشتراك مسخرة الاشتراك. اتذكر يويتها دفعنا 20 قربن، الاشتراك كان لمدة 10 سنوات. 20 قربن يعني بجوز لحد هسه الاشتراك كدبش خالص. والكرت موجود معي بالصدفة، هذيك الدير الكيتو بالشنطة حاطه محتفظ فيه. سبحان الله، هاي خارقة يا اخوان. مين متذكر الساعة؟ الساعة وما ادراك ما الساعة. هذا النهر يا اخوان، نهر مدينة خارقوف. برضو صورنا هناك فيديوهات، وان شاء الله بالايام القادمة بس تصيف شوي بنروح بنقعد مع ارجيلة على النهر زي زمان بإذن الله تعالى.